pour les anciens combattants, ولادهم وحفادهم. راكم تحوسوا على مراسم التجنس، راكم تحوسوا على احكام التجنس. Est-ce que جات في بالكم باللي لو تريبينال ميليتير كان يمد حكم التجنس، كان يجنس المحاربين؟ peut-être jamais سمعتوا بها. حبيتوا تعرفوا الحقائق على الشيء هذا؟ تبعوا معايا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا راح نفشي سر من أكبر الأسرار المتعلقة بقدماء المحاربين ولأول مرة. دونك السر هذا يكمن في الطريقة الثالثة أو الطريقة الرابعة عفوا في تجنيس المحاربين. احنا قلنا الطريقة الأولى يتقدم الميليتير إلى البريفي ويطلب الجنسية، سواء البريفي وين زايد ولا وين عايش، سواء البريفي وين كاين الكازرنة اللي راه خدام فيها. الطريقة الثانية قلنا يقدر يتقدم إلى المحكمة ويطلب حكم التجنيس، سواء المحكمة وين راه يخدم ولا المحكمة وين زاد وين راه عايش. الطريقة الثالثة يقدر يطلب حكم التجنيس ولا بليتو يقدر يدموندي لو دوكري نسبة ولا مباشرة عند القائد العسكري الخاص به. صافي سي لا تروازيام بوسيبيليتي. لا كاتريام بوسيبيليتي هي اللي جامي سمعتوها. لي ميليتير عندهم محاكم عسكرية، هذه ما تولهتولهاش، ما كونش فايقين فيها. والناس اللي الدعب اللي راهي تدير بحوث ما جاتهاش في بالها، باسكو في حقيقة الأمر قلتها راكم تطالعوا على المراسيم المتاحة، ما كونش ديروا بحوث، لأن باه دير بحث لازم تكون خبير وتخمم بعقلك وتفهم كيفاه الناس يتبعوا الحبل تاع لا روشيرش ويعمقوا في لا روشيرش. لي تريبينو ميليتير سمعتوا بهم، إيزيكزيست. يافي في وهران، يافي في الجزائر، يافي في قسنطينة، وبعد في 58 زادوا داروا في تقريبا في الكثير، يافي بون، يافي الكثير من المحاكم. سؤال مطروح، المحكمة العسكرية لها دور مثلها مثل المحكمة المدنية اللي كانت تحكم على الميليتير والقضايا العسكرية. في رأيكم يمكن يعني للمحكمة العسكرية أنها تدير حكم التجنس؟ في رأيكم نعم. الميليتير كانوا يقدروا أيضا يطلبوا الجنسية عن طريق حكم تجنيس من المحكمة العسكرية مباشرة. أول مرة لكم سمعتوا بها على بالي جسي. لا غالب الخبرة اللي راهي تهضر سي با موا سي لو سافوار، جامي سمعتوا بها. وما كان حتى نتحدى أي جزائري وأي تونسي وأي مغربي قام ببحث على حكم التجنس في المحاكم العسكرية. أول مرة كم سمعتوا هذا الشيء، وهذه هي حقيقة. ولذلك تقدروا تبدأوا تحوسوا على أحكام التجنس اللي صدروا من المحاكم العسكرية اللي قامت فرنسا بتحويلها. باسكو جميع احكام بون سي فري لي جوجمون دادميسيون لي تريبونو سيفيل بقاو في الجزائر، مي لي ميليتير طلعوا مع لي ميليتير ما بقاش في الجزائر، دونك راهو معنا في فرنسا. سؤال مطروح، وين راهم؟ كيف تم تنظيمهم؟ كيف خدموهم؟ هذا ما ساجيب عليه مستقبلا. اليوم نعطيكم ان بي في، وثيقه رسميه فرنسيه صدرت من محكمه عسكريه ابان التواجد الفرنسي في الجزائر. يلا معايا نشوفوها باه نتاكدوا من المعلومه هذه. دونك فوالا، جبت لكم ان جوجمون ولا كما يقولوا ان بروسي فيربال ليثبت ان المحاكم العسكريه قامت بتجنيس الجزائريين العسكر اللي كانوا في العسكر عن طريق حكم تجنس ولكن صادر من المحكمه العسكريه. للاسف واحد ما يعرف هذه، واحد ما خدم على هذو لي دوسي، واول مره راكم تسمعوا بهذه المعلومه. يلا نشوفوا هذه ونقراوها باش نقدروا نتاكدوا اسكو صحيح المعلومه ولا معلومه خاطئه. دونك جوستيس دو بي ميليتير دلواد، فوالا تشوفوا ميليتير. الور واش قلت نو سوسيني نون برينو رايا مود كابيتان شيف دانكس ادمينستراتور دو لا كومين انديجيان
remplissant les alors la fonction de juge de paix militaire à El Oued, certifiant avoir convoqué un autre cabinet, le nommé Samar Jafar, préposé auxiliaire des douanes El Oued, postulant à la naturalisation française. Avoir vérifié le dossier qu'il nous avait présenté le 9 janvier 1928 et avoir contesté qu'il remplit en tout point les conditions nécessaires prévues par la loi du 4 février 1919. La loi 4 février 1919 يتم تطبيقها في المحاكم المدنية، ولكن أيضا قانون كما قلت لكم هو قانون موجه لجميع المحاكم، لم يستثني المحاكم العسكرية من المحاكم المدنية. ولكن alors معلش خلينا نكملوا. Nous lui avons fait par ainsi qu'à l'administrateur de la commune mixte de Cal à monsieur le procureur de la République de Batnay, monsieur le gouverneur général de l'Algérie, du résultat de notre examen fait à El Oued le 10 janvier 1928. Voilà, Dalil, al-Qata al-Kalam. Donc, كما قلت لكم المحاكم العسكرية لم تستثني، لم تكن يعني غير معنية، بل كانت معنية وكانت تخدم لي جوجمو، وهذا أكبر دليل جوستيس دو بي ميليتير وهوليك الوثائق الإمضاء إلى غير ذلك. وماذا بكم ما تناقشونيش في هذه القضية. المهم في العدد القادم إن شاء الله نروحو نقول لكم وراهم لي جوجمو دادميسيون على كاليتي دو سيتوان فرونسي بار justice militaire, les justices de paix militaire. كل شيء واضح خاوتي، عطيتكم بالبيان. بقيتوا انتم البعض اللي راه يدور كما يقولوا يفلسف، كل ما نقدم فيديو يبدا يدير فيديو معادي للفيديوهات بطريقه غير مباشره، ولكن الرساله راهي وصلت. راني نقدم معلومات بادله ثابته يا اخوتي، راني نجيب لكم وثائق من مصالح الارشيف، مانيش نهضر من راسي ولا ندير احتمالات. ما تجيبش حاجة جديدة بها تجيو تناقشوني عليها ولا تقولوا لي ما كاش منها ولا دوك نشوفوا ولا نخموا ولا هكذا ولا هكذا وتدوروا لي في الهضرة. هذه وثائق من المصالح الفرنسية بالدليل قطع. وكذا كان حبيت كما يقولوا تناقشني ودير معايا حوار على أساس أن هذه المعلومات، ما تقدرش تجي تناقشني في معلومات ليست ملكي. هذه المعلومات ملك مصالح الأرشيف، أنا جبتها لأني طلعت، لأن كانت عندي لاكسي لانتيريور كما يقولوا، دخلت داخل وجبتها وقدمتها. دوك أنت راح كما يقولوا تناقشني في أمور ماهيش في يدي، مش أنا اللي صنعتها ولا خلقتها. وإذا أنا وجبت قال كي وجبت بالدليل والبرهان القاطع، دوك إذا كان عندكم أدلة تثبت عكس ما أقول، أدلة ثابتة من مصالح الأرشيف كما راني نجيب، تفضلوا. ولا ربما أنا راني دايخ شي با، مي فو بوفي با، فو بوفي با، باسكو لا جو با، ماشي أنا اللي صنعت حاجة جديدة وتجيو تناقشوا فيها بالك تكون ايجابيه ولا سلبيه. نرجع جميع المعلومات اللي راني نقدمهم راني نجيبهم مصالح الارشيف الفرنسيه وبادله ثابته، كل عدد نقدم لكم وثيقه كدليل لما اقدمه. فوق شي هذا حبيت ناقش، روح ناقش مثالك، ما تقدرش تناقش دي زيكسبير بالعربيه تاعنا بكل بساطه، ما تعيونيش باسكو نقدر ناقش الخبراء. كي نناقش الخبراء انا راح نتحدث في امور كبار، وين يفهمني نفهمه بالوثائق. انت راك بريكولور، درت شين يوتيوب، بديت تهضر تتعلم منا، تحوس لي سيت، راك مخبي مور لورديناتور، ماكش تروح ميم با لي سيرفيس دارشيف، وتجي تقول لي نو هذه انت ما تقدرش تجي تقيمني. فو بوفي با، ما تقدرش تقيمني لا انت لا مثالك. انت روح تبع وبلعط في الناس وقول بلي نعرفوا نديروا لي ريشيرش ونخدموا وحنا هكذا وحنا هكذا، ماشي لي زيكسبير. ما نقدرش نهبط المستوى ديالي ونناقشك انت. تقدر نقش مواطن عادي لانه ماهوش يتحداني ولا لانه يحوس يفهم، من حقه يفهم، وانا راني جزائري وليد البلاد، من واجبي اني نقدم له المعلومه ونوضح له، لانه ما فهمش القضيه من واجبي نقدم له الاكبر عدد ممكن ونفهم له ونوضح له. لكن انت حبيت تلعبها باللي راك تعرف، روح تجيب وحدك، ما تجيش تناقشني انا. قولكم اللي حبيت يتبعني ولا مرحبا به، اللي شاف روحو نقلقو ولا يبو ديزابوني، سي با اوبليجي. هذا درتها للناس المحبين، ما درتهاش للناس اجمعين. اللي حبني ويتبعني مرحبا به، واللي شاف روحو باللي كاين تناقض اخويا ما تبعنيش، لا اشكال. واذا كان حبيت تحداني تجيب لي كيما يقولوا فاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، جيب البرهان كيما راني نجيب البرهان، لا اكثر ولا اقل.
قلكم تحية طيبة اللي حبي يستفد من الاستشارات اللي نقدمهم. كاين مكتب بجاية الرقم هذا اللي راه موضحين في الشاشة، كاين بيت مكتب خريسية دائما في, في, في على الرقم اللي راه واضح في الشاشة، مكتب سعيد حمدين أيضا على الرقم اللي راه واضح على الشاشة، ومكتب ليون بفرنسا الواتساب ولا الفايبر اذا كان حبيت تستفد من الاستشاره اونلاين. وما تنساوش الدعم تاعكم دي خوتي، ما تنساوش الله يرضى عليكم جرس التنبيه لايك وبارطاجيو لي الله يرضى عليكم لو ليان، باسكو من هذه المعلومات منذ ان بديت نقدم هذه السلسله مؤخرا في هذه السنه الاخيره راني نقلق في الكثير، راني نقلق في الكثير باسكو بديت نكشف الاسرار اللي ما يعرفوهمش، دونك راني نقلق في الكثير، دونك بارطاجيو لي باه نحبسوا هاد الاخر. تحيه طيبه ونتلاقاو في ساعه الخير. واخيرا ما بقى غير نقول لكم ربي يرضى عليكم ان شاء الله، ربي يحل عليكم الابواب، ربي يفرج عليكم، ربي ان شاء الله دمتم بصحه تكونوا بصحه وعافيه، وربي ينوركم. وشكرا شكرا شكرا على الدعم، بقاو على خير خالص.